السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. سعيدة جدا ألتقيكم مرة أخرى عبر فضائية الشروق، شمس السودان الجديد وشمس السودان التي لا تغيب ولن تغيب بإذن الله. طول ما عندنا مشاهدين دائما بيحبوا الشروق كاسم وتاريخ كبير، كل المشاهدين داخل السودان وخارج السودان لكم كل التحايا. ونحن في برمجة جديدة ودورة جديدة وفيها كل المختلف والمتنوع من ترفيه وبرامج اجتماعية، برامج أيضا ثقافية وسياحية ورياضية، وحتى الأخبار كله جديد وحديث إن شاء الله عبر فضائية الشروق. أهلا بكم من جديد، وبرنامج في الموعد بثوب جديد أيضا، وإن شاء الله موضوعات هي مختلفة ومتنوعة إن شاء الله تنال رضا كل مشاهد بتابعنا. بما أننا لسه في زمن الحظر وبما أنه الكورونا اجتاحت كل العالم وكلنا بنتابع كل جديد في كل العالم وفي السودان، والحظر بمر به ونحن بمر به وايضا كل العالم وحتى الوطن العربي يعني، لكن تتخيل ان الظروف اللي انت عايشها عايشينها معك او عايشه معك كل العالم، في الضغوطات ممكن تكون اسريه وفي بعض الايجابيات ممكن تكون موجوده ايضا على نطاق الاسره. هنتكلم اليوم عن الحظر المنزلي وانعكاساته على الأسرة. سعيدة جدا يكون معي داخل الاستوديو الأستاذ عماد البيتي، مدرب في التطوير الشخصي والإداري. مرحبا بك كثير. مرحبا بك يا رشا، ومرحبا بكل السادة المشاهدين ومشاهدين قناة الشروق. سعيد جدا أن أكون معهم الليلة وفي إطلالة جديدة على برنامجكم الموعد، فإن شاء الله مع بعض نقدر نقدم لهم اللي يقدر يساعده منه يتخطوا الان الازمه اللي احنا فيها كلنا، سواء كان هنا داخل السودان او على مستوى العالم كله يعني. ان شاء الله كل الناس طبعا هي منتظره يوم 18 ان شاء الله انه الحظر يتفك يعني على كده. لكن عايزين ندي لمحه سريعه ونشوف الشهور المضت والناس هي موجوده داخل المنزل، نتجول ما بين السلبيات وما بين الايجابيات. نبدا بالايجابيات اول ونشوف الناس هي موجوده في البيت، يعني ممكن زوج رب الاسره طول اليوم هو ما فيش برا البيت وفجأة جاء الحظر كده وبقى هو قاعد 24 ساعة في البيت، دي راح تعتبرها إيجابية مش كده؟ الله يعني سرية الغداء كنا نتباكى عليها في البرامج بقت موجودة قاعدة في البيت صحيح. طيب الحاجة دي طبعا يا رشا السادة المشاهدين هذه بتعتمد على حسب نوع الترابط بين الزوج والزوجة. يعني إذا كان أصلا أوريدي الزوج، طبعا الرجل السوداني طبعا معروف زول يعني بيقول عليه يعني رجل سخن تمام، وبنعرف إنه المرأة عموما ما متعود على انه الراجل يكون قاعد في البيت، ولا حتى الراجل ذاته هو قادر متعود انه يكون قاعد في البيت. أيوة. فدي حاجه يعني دي موضوع اصلا انا بفتكر انه الان طبعا ما بحب اتكلم بسلبيه، لكن الان الشعله بتاعت وانا حتبدا تلاقي بالايجابيات بالايجابيات، لكن عموما احنا يعني نبعد الله من الناحيه بتاع الطبيعه، طبيعه الانسان السوداني. أيوة. عموما كده فدايما احنا خلينا نعلها بطريقه ثانيه. احنا كرجال نحن نختلف عن المراه، والمراه بتختلف عن الرجل في طبيعه بتاعتهم. ناخذ مثال بسيط يعني عموما اذا تلاقي المراه والراجل في البيت تلقى المراه كلامها كثير عموما، دي بجزء من طبيعتها بالمناسبه، دي ما حاجه تخجل منها ولا اي شيء. المراه كلامها كثير عموما باغلب الاوقات، والرجل يعني زول دي خلاص يعني حاجه ثابته الحاجه دي. أيه. على حسب يعني عندها تفصيلات على حسب. لا انت جيت لملكه الجندر بالمناسبه، يعني انا حدافع عن بين الجنسي بطريقه طبيعيه. اي لازم بالعكس الحظر ده نحن اكتشفنا فيه انه الرجال هم النقناقين بالمناسبه. النقطه هي من الرجال، زدت الملح نقصت الملح، خطيتي الاكل ما خطيتي الاكل، فالحكايه يعني عاشوا الوضع اللي عايشاه المراه على مر العصور يعني صح؟ طيب انا بعيب على الرجال الحقيقه صراحه، انت المراه جابت لك اي حاجه وكل عليك الله، حتى لو فيها ملح كثير كلها. أيوة. ملح كويس لحد يوم 18 على الاقل. فيلا الموضوع بتاع الاحتكاك بين الجنسين. أيوة. الحقيقه دي بغض النظر عن مستوى الوعي بتاعك او مستوى الوعي بتاعك حتحصل خلافات. اوكي الحاجه اللي ممكن انا اقول انا ليه قلت ممكن يحصل خلاف، لانه يا جماعه الرجل السوداني ما متعود انه يقعد في البيت. صعب جدا تلقى رجل سوداني قاعد في البيت، فاذا قعد من السنين الصباح لحد الساعه 12 بيلقى هو انجز في الحياه دي. فدائما خلينا على من ناحيه سايكولوجيه وناحيه نفسيه، الرجل السوداني بيستمد القوه بتاعته والسيرتنتي بتاعته او الثقه بتاعته او اليقين بتاعه من الشغل اللي هو بيكون قاعد فيه. حتى اذا اختلف مع المراه تلقاه هو عايز يطلع من البيت او يمشي الشغل عشان يستعيد الطاقه بتاعته عشان يجي شكل ثاني او عشان يحل المشكله ثاني. تمام. عكس المراه، المراه بتستمد الطاقه بتاعتها او القوه بتاعتها من اولادها او ابنائها في البيت، هي قوتها في البيت. المراه فيلا دي بالنسبه لي مشكله للرجل في حد ذاته. فين طيب حتى اذا شاكلته وفي حظر انا مش انت مضغوط. وطبعا المراه اغلب الحريم المرأة عندها عادة انه اذا شاكلت معي او اذا اختلفنا احنا مفترض انه نقعد نحسن موضوعنا، فالرجل عنده عادة انه والله اذا شاكلنا مفترض انا اتخارج هو بيطلع لحد الموضوع يروق شوية حتى نحل مشاكلنا. فيلا بعد بتيجي
تيجي الخلافات تيجي تبدا شنو؟ تبدا تنشب الخلافات، تبدا تظهر المشاكل. ده على صعيد، على الصعيد الثاني انه اذا لقينا انه المراه مثلا، افترضنا انه المراه ما كلامها كثير ولا الرجل كلامه كثير، بس يصير انه الوضع اللي احنا فيه ده هو من الطبيعي نكون في حاله عدم استقرار. توتر لكل الاطراف. توتر وكذا. فالحاجه دي حتى عندها انعكاس على الاطفال. مستوى الحوار، طريقه حل المشكلات في البيت، طريقه التوجيه. طيب منو اللي بوجه؟ الابو ولا الام؟ احنا متعودين البوجه توجيه. اذا هم اصلا مختلفين اليوم كلهم ما حيكونوا اصلا فاضيين لموضوع التوجيه ده. انا مدرج الاطفال ده اللي محور براهم مختلف تماما. لكن يعني عايزك تعدد لي الايجابيات اول حاجه للحظر المنزلي ده. احنا موجودين ونحن كلنا موجودين فيه، يعني باعتبار انه اغلب اوقات اليوم قاعدين في البيت. طيب بشكل عام بالنسبه لكل العالم، بالنسبه للسودان خصوصا، من واحده من الايجابيات يا جماعه انه القدره على انه الحظر ده بيخلينا نقدر نستفيد، انه نقدر نحافظ على حياتنا او الصحه بتاعتنا. فالناس تفتكر انه الحظر ده انه هم غامقين اغمينا في البيت وخلينا نقعد في البيت. لا، الحي ده عشانك انت او عشان تحافظ على صحتك وعلى حياتك، لانه اقل مخالطه مع اي زول حامل الفيروس انت معرض انك تصاب بالفيروس. وما كديو بس، حتى اسرتك في البيت عندها يعني المعرض انك تصاب بالخطوره. واحد اثنين، بالمناسبه من اكبر الايجابيات انا بشوفها بالنسبه لموضوع الحظر، بشوفها ناس غيري ثانيين، انه اللي هو التقدير بتاع اللي هو التقارب الاجتماعي. قدرتي ان انا اقعد مع اولادي اشوفهم، اقعد مع زوجتي اللي اصلا انا كنت جاري مخليها في الشغل، اولادي اللي اصلا انا ما كنت عارف عنهم ولا عارف اخبارهم شنو، فدي فرصه ان انا اقعد معاهم من عن قرب، اقعد اشوف اخبارهم شنو، طيب تصرفاتهم كيف، سلوكياتهم كيف. في اباء بالمناسبه بترددوا كانوا في انه ولدهم ده بيعرف في سنه كم، ثاني ابتدائي ولا ثالث ابتدائي. تخيل لي الحظر ده كان فرصه مناسبه عشان تعرف على الاقل اولادك ديل بيقروا في سنه كم والحاصل عليهم شنو في حياتهم. طبعًا. ويعيشوا شويه من المعاناه اللي بيعيشها الامهات يعني مع ضربني وضربتك من الصباح لحد بالليل يعني مع الاطفال. طبعا حسب بعد ده علاقتك مع ابوك، اذا ابوك مثلا زول انت بتحبه تلقاه دايما بيشيلك من امك الشريره بعد شويه، امك اللي بتشاكلك، امك اللي بتجوط فيك، ابوك دايما بيحاملك وبيقعد كده. فالصراحه انا ما اعرف، انا بعتمد يعني انا بعول على موضوع الترابط الاجتماعي على ترابط الزوج والزوجه في البيت، لانه استقرار او اتزان العنصرين ديل هو بيأثر على اتزان واستقرار البيت كله. دي حاجه. الحاجه الثالثه واللي هي دي من اكبر الايجابيات اللي انا ممكن نعكس على مستوى الافراد على مستوى المؤسسات، اللي هو موضوع الاهميه بتاع التكنولوجيا. الان احنا انا قبل شويه كنا تحت الهواء بنتكلم عن انه احنا مثلا انت بتكون عندك خالك او اسرتك او زول من اسرتك القريبه عيان وانت ما تقدر تمشي له، لكن عادي ممكن اتكلم معه عن طريق الواتساب، عن طريق الايمو، عن طريق الزوم، فبقدر اصل للناس عن طريق التكنولوجيا. فما شرط الا انا مثلا امشي لهم، يعني الناس اللي بيحبوا انه لازم يكونوا قاعدين في موقع الحدث. فعذرك طبعا ما في لوم ولا ما مجبور مع ظروف، يس ظروف طبعا كلنا عارفين الحاجه دي. فنحن عايزين حتى الحاجه دي حتساعدنا انه نقدر نستخدم التكنولوجيا بطريقه ايجابيه شديد، لانه احنا استخدام التكنولوجيا بس هو واتساب وفيسبوك وونس وكذا وشائعات وكذا. بالمقابل في سلبيه برضه لاستخدام التكنولوجيا، انه في ادمان، في حالات ادمان كبيره جدا بدات تظهر. يعني يس صح، اللي هو شخص يكون 24 ساعه انت قاعد، كل ما الاعمار تخليه تقل الادمان بيكون اكبر. يعني الشخص الكبير بيقدر يعقله بعد كده انه حيدخل عشان يتواصل ويطلع صح، لكن في شخص يكون ماسك التليفون ده 24 ساعه اوكي، فكل شيء يعطلك عن مهامك حتى يعني حرفيا كذا. ما عن مهامك، انا بالنسبه لي المهام دي ممكن تتعوض، لكن بيعطلك عن انك انت تقعد مع اولادك اللي هو الفرصه اللي انت اصلا اوريدي ما ممكن تلقاها ثاني. صحيح اوكي، ونحن دايرين عايل للموضوع الحظر كفرصه احنا نقدر نغتنمها عشان نقدر نبني لحظه، نبني مومنت او لحظات جميله ايجابيه مع اكثر ناس احنا بنحبهم واكثر ناس مهمين بالنسبه لنا. لانه مستوى سعادتك في الجانب الاسري او الجانب الاجتماعي اللي هو من الدائره القريبه بتاعتك هو بيأثر بمناسبه بشكل اسي على 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 مستوى الانتاج بتاعك والانجاز بتاعك. وما كده انت حترجع الشغل وانت يعني انا ما اقدر اقول انه انت قدر شنو ممكن تنجز او قدر شنو ممكن تكون مؤثر او قدر شنو ممكن انت ترفع مستوى الشركه بتاعتك او المؤسسه اللي انت شغال فيها. فبس احنا شويه كده ما قادر نوعى بالحاجه. فمهم جدا انه نعرف انه سعادتك مع زوجتك او سعادتك مع اولادك او حتى مع الاسر البعيده الحاجه دي بتساعدك انك انت تنجز كميه من الحاجه انت حتى ممكن ما تتخيلها. اوكي، والحاجه دي عندها علاقه بمستوى الرضا في الحياه. ايوه، حتى الان يعني احدث الدراسات اللي اتعملت الان مؤخرا بيقول انه عشان اقيس مستوى رضا الزول او سعادته ما بتجي بالقروش ولا بالعلاقات العلاقات الاجتماعيه المفتوحه ولا حتى بمثلا مستوى الصحه بتاعتك. بيقول انه اسعد زول والناس اللي تتبعوا حياتهم تقريبا على مستوى على مدار 45 سنه اكتشفوا انه مستوى السعاده بتاعتهم هو من العلاقات القريبه او الحميميه اللي بتربطهم باولادهم وزوجاتهم وابوهم وامهم.
فاحنا عايزين انه السعاده ما ناخدها من شيء وهمي اللي هو الشغل وما تعرف اللي هو الاصحاب البعيدين او كده، احنا عايزين ناخدها من المصدر اوكي. بس فانا بقول انه دي فرصه لنا كلنا احنا كسودانيين ان نبدا نتقرب من اكثر ناس ممكن يدعمونا في الحياه، صحيح، سواء كان زوجتي او اولادي او بكل حالاتك وبكل ظروفك وفي اي مرحله عمريه انت بتلقاهم هم اللي داعميننا طبعا، فرصه نستفيد منها دي مش كده؟ صح. بما انك مدرب في التطوير الشخصي والاداري، الاداري معناه برضه الشغل عنده برضه مساحته، يعني خلينا نشوف الحظر المنزلي وانعكاس برضه على الموظف اللي قاعد في بيته شهر وشهرين وما اشتغل وحيجي يرجع مره ثانيه كتقييم للاداء وكيف نقدر نتعامل بطريقه جيده ويقدر يقدم عطاء جيد في العمل. لكن حنهدي لك اللحن القادم ليكل لكل المشاهدين اللي بيتابعونا في برنامج فيلم موعد، ونرجع مره ثانيه. صقر الجديان يا العالي المقام، السودان بلد الاخوان، هيا السودان بلد الحبان، السودان بلد الاخوان، هيا السودان عز الاوطان. انا كلي مرادي مش كل يوم قدام، ويكلي مرادي مش كل يوم يوم قدام. ابا با 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 با
كف المياه والمافيا البار نشال وكل ابو كان فوق سعيا الفقر كان فيها نقول من الله بليه والغني كان فيها نقول هنيه شيل المافيا وشيل المافيا من جديد كل التحايا المسائية للفنانة شادن وللفرقة المصاحبة وعلى اللوحة الفنية الجميلة جدا. بنتواصل نحن في موضوعنا في البرنامج اليوم نتكلم عن الحظر المنزلي وانعكاساته على الأسرة. رحب بك مرة تانية أستاذ عماد. أنت كمدرب في التطوير الشخصي والإداري يعني أخذنا الجزئية الأولى وتكلمنا عن إيجابيات ممكن تكون هي للحظر. نحاول نعين للجانب المشرق والكوب الممتلئ ونشوف بعد كده الإداري لما نتكلم عن موظف قاعد عن شغله شهر شهرين وفي أزيد من كده في بعض الدول بدوا قبلنا طبعا ظهرت عندهم الكورونا والتزموا بالحظر التزام كامل يعني ما التزام جزئي موجودين في البيت فكيف ممكن بعد ما يرجع يأثر بشكل سلبي أو إيجابي على أدائه في العمل؟ أتمنى إن نرجع العمل يعني لأنه أنا يعني الآن العالم بيشهد تحول كبير جدا أوكي فالآن بفتكر إنه ممكن تكون أكثر من 20% من العمالة على مستوى العالم ممكن تسرح يعني ممكن يطردوا من العمل بالنسبة لأنه خلاص الناس بدأت يعني تتحول لموضوع الأتمتة لو تتحول إلى موضوع التكنولوجيا أو إنه تستبدل الآلة بدل الهيومن بدل الإنسان فالحاجة دي ممكن تأثر سلبا عليهم على المدى البعيد حتى بعد ما يجوا راجعين حتبدا كل القوانين والأسس في المصلحة بدها تتحول بدها تتغير لأسس ثانية لقواعد ثانية وكذا فتبدا الفرصة الثانية لأنه الناس القادرين يواكبوا التطور فأنا بقول إنه من إيجابيات إيجابية المرحلة دي بالنسبة للموظفين إنه تقعد تشوف العالم الآن محتاج شنو والعالم متجه لوين تبدا تعمل اللي هو عملية بتاعت إنه تطوير في الحاجه دي او في الجانب ده او في الجانب اللي انت فيه تشوف اخر الناس يوصل اخر حاجه يوصل لها الناس وين تبدا تقف فيها الخبر المبشر والمفرح جدا احنا هنا في السودان ممكن نقول انه التطور ممكن يكون بسيط جدا يعني حتى ما ممكن يكون حاجه مبشره والله جدا يعني لا انا بتكلم بالنسبه للموظف بالنسبه للموظف يعني حتى في السودان يعني ممكن نكون بعد 5 سنوات حتى نلحق التطور في تغيير كبير التطور الحاصل بين العالم يعني الان مثلا قطر القريبه او الامارات القريبه بعد اسبوع من الحظر كل التعليم تحول صح للالكتروني اونلاين الان احنا قاعدين لنا 3 شهور و10 شهور ما عارفين نعمل شنو لحد الان اوكي فدي مشكله كبيره جدا فالان انا بقول اذا التعليم تحول الالكتروني في عدد من الاساتذه مثلا ممكن يسرحوا في يعني. لكن في بعض المدارس بالمناسبه بدوا يتكفوا للحاجه دي انه الامتحان حتى المدرسه حيبدوا هم حيكون في دراسه اونلاين الحاجه دي لمدارس معينه أيوة. لجهات معينه ما انا بتكلم الان اذا جينا عيننا نسبه التناسب الان اكبر النسب بتاعت المدارس المدارس حكوميه صحيح. حتى هو ما عنده قدر هو ما في فصل في المدرسه ذاته كويس مهيئ عشان تقول لي مثلا نتكلم عن عن عن, عن فصل مثلا بالكتروني او كذا فانا بتكلم عن شريحه معينه ممكن تستفيد من الحاجه دي صحيح فهي دي فرصه
سواء انت كموظف، سواء كان انت شغال براك عملك حر، واذا كنت عمل انت موظف شغال في مؤسسه او حكوميه او خاصه، تبدا تطور روحك، تبدا تشوف الان المؤسسات دي ماشيه لوين، العالم ماشي لوين، ابدا ارفع المهارات بتاعتك. صدقني انت ما حتعاني، حترجع بعد الحظر اقوى من الفتره اللي انت كنت قبل الحظر. يعني اعمل شنو يعني كخطوات انه انا ارفع المهارات دي؟ اعمل شنو في ظرف بيتاح كل العالم وفي السودان يعني؟ اوكي، بعد ثاني على حسب التخصصيه بتاعتك. الان مثلا الزول بتاع الاتش ار بيختلف عن مثلا المدير الاداري، بيختلف عن رئيس مجلس الاداره، بيختلف عن العامل التحت. تمام، الحياه بتختلف من زول لزول. انا مثلا زول انا موظف بتاع اتش ار، انا محتاج ان اشوف اخر الترندز او اخر التطورات في 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 مثلا في الموارد البشريه، ناس وصل لوين، ناس يعني احنا مثلا في المؤسسه بنشتغل بورق، طيب انا كيف احول المؤسسه بتاعتي للالكتروني مثلا؟ فانا بتخيل انه اذا جيت قدمت للمؤسسه بتاعتي والله يا اخي انا احول لكم السيستم بتاعكم ده من ورقي لالكتروني، انا ما همشي، خلوني امشي ما همشي. انا انسان كيف مبدع، انا انسان خلاص هيحافظ عليه لانه انا انه اواكب التطور ممكن يحصل فجاه. هم بيحاولوا يحتفظوا بشخصيه زي دي. انت مثلا موظف، طيب شنو في حاجه اسمها في قانون العمل اسمها بصراحة ما قادر أذكر اسمها، لكن أنا أديكم الفكرة بتاعتها. هي عندها علاقة بأنه بتشيل الموظف من درجة لدرجة. أنا صراحة ما قادر أذكر اسمها. فأنت بيشيلك من الدرجة اللي أنت فيها الوظيفية للدرجة الوظيفية الثانية. اسمها تخطيط المسار الوظيفي. فأمشي شوف شنو المتطلبات بتاعت المسار الوظيفي بتاعك اللي بتاخذك من النقطة اللي أنت فيها للنقطة الأعلى منها. تمام؟ طيب أنت مثلا الآن موظف ضمن المؤسسة شغال، خلينا نفترض انه انت الان شغال مثلا في 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 في, في الانتاج. عايز امشي مثلا لحاجه ثانيه غير الانتاج، شنو الحاجه اللي محتاج ليها عشان امشي للوظيفه الثانيه دي؟ فامشي اقرا وفتش. الان اليوتيوب قاعد، احنا نتكلم عن انه اهم ايجابيه في طيب فنفرض انه انا محاسبه، سكرتيره، استاذه في مدرسه ابتدائي او ثانوي، انا ممكن اعمل شنو عشان يعني انزل او اعيد نفسي في المرحله دي، لانه انا اطور ذاتي في مرحله مقبله حتنتهي فيها الكورونا وحترجع الحياه لطبيعتها ان شاء الله. اوكي طيب، اذا انا مثلا انا زول استاذ وكذا، بالمناسبه اسهل زول ممكن تطور الاستاذ. كيف؟ تمام، يعني طيب تعال شوف شنو الحاجه المحتاج لها انت الاستاذ. مستوى النجاح بتاعك بيعتمد على نجاح الطلبه بتاع انك. طيب شنو الحاجات او شنو الصفات المحتاج ابنيها في شخصيتي كاستاذ عشان اكون مقبول بالنسبه للطلبه، عشان يقدروا يحرزوا درجات عاليه؟ لانه احنا بالمناسبه لو بنتذكر احنا في الاساس الثانوي نسبه نجاحنا في ماده بتعتمد على حبنا للاستاذ. صحيح فعلا. طيب شنو الحاجات المفترض انا اكونها في شخصيتي عشان يحبوني الطلبه؟ طيب شنو الحاجات المحتاج اطورها في شخصيتي كمهارات، مثلا مهارات عرض، مهارات القاء؟ طيب هل محتاج ان انا اطلع من موضوع الطباشير واجيب لي مثلا بروجيكتر مثلا او لابتوب اعرض به لابتوب؟ طيب شنو التطور اللي تحتاج تعمله؟ ابحث عن الحاجات الاستثنائيه. فصدقني انت ما حد يعني صدقني انت ما 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 حد ما يعني المؤسسه ما حد تستغنى عنك. لأن المؤسسه ما بتقدر تستغنى عن زول هو بيرفع عليها قيمتك. طورت ذاتك وما انتظرتهم هم عشان يقدموا لك هي دورات. مثلا سكرتيره مثلا، يعني انا يعني عايز اخذ نماذج من بعض الوظائف ممكن تكون هي مؤثره وموجوده. طيب بالنسبه للسكرتيره في المؤسسات، انا ما اعرف السكرتيره في المؤسسه تمشي شنو. يعني السكرتيره دي على حسب يعني مثلا مش على ترتيب مواعيد طباعه مثلا، تفاصيل زي. طيب يلا بالنسبه للسكرتيره ننظر لها بمسارين. المسار الاول انه هل انت عندك مثلا عندك قدره على انك انت مثلا موضوع الطباعه مثلا التايبنج، اللي هو مثلا انت اذا ادوك تقرير قال لك اكتبيه حتكتبيه في كم دقيقه؟ في اللي هي تمشي تخش لك دوره بتاعت اللي هي اعداد التقارير، انه كيف تكتب التقرير بسرعه. مثلا اذا كنت تكتبيه 5 دقيقه محتاج ترفعه ل 3 دقائق، لانه في الـ في الـ في الجوب ديسكريبشن او السي في بتاع الموظف، السي في بتاع الموظف انت بتكتب بيكون عندك الدوره المعينه، بتكتب انه والله مثلا انا بتقن الحاسوب مثلا. والله مثلا لما نجي موضوع الكتاب او مثلا تجهيز الويرد او الباوربوينت، والله انا بكتب مثلا 150 كلمه في الدقيقه. عايز تزيد بعد كده حتى بالمناسبه حتى في مؤسسات وشركات، انا بتكلم عن مسؤوليات الشركات المتطوره، انه في الـ في الـ في الوصف في الاعلان بتاع الوظيفه يقول احنا عايزين سكرتاري او سكرتير انه عنده قدره على انه يطبع مثلا 250 كلمه في الدقيقه. طيب دي كلها نحن نعتبرها ايجابيات بالمناسبه طبعا للحظر المنزلي. يس. ليه؟ لانه انت ممكن تطور من نفسك جدا اذا كنت ربه منزل، اذا كنت موظف، اذا كنت مالك لشركه، اذا كانت اعمالك حره، بانك تستفيد من شهرين هم مشوا نقطة سطر جديد في الله أعلم شهر شهرين أو ثلاثة جايين ما معروف البحث شنو. فالاستثمار بيجي في إنك تطور نفسك، تطور ذاتك على حسب أنت عايز تعمل شنو المرحلة المقبلة حسب احتياج. في حاجة بمناسبة الآن أنا قبل كلمت عن نقطة إنه في موظفين كتار حيتم تسريحهم. الآن العالم
الان احنا مثلا في الكورونا ما بنقدر نمشي مثلا الشركه بتاعتي اللي انا شغال فيها بالنسبه لموضوع الحجر الحاصل. ايوه الان في مهنه طلعت جديده هي قديمه بس ما كنا منتبهين لها اللي هي فريلانسر الاعمال الحره. فالان الفريلانسر دي بالمناسبه في شركات الان مدوره شغلها بالفريلانسر بس. لو انت تكون قاعد في بيتك حتى بالمناسبه ميزتهم انهم بياخذوا قروش بسيطه. فمعناها التحول اللي حيكون جاي انه انا حستغنى عن الموظف اللي هو حييني في الشركه بتاعتي والمؤسسه بتاعتي فبيقعد وفي الروتر حيل حياكل وحيشرب داير بدلات استهلاك اكثر من اللي انت من لازم. فانا اذا انت بتجي تعمل لي شغل بتاخذ لك 15000 انا بشوف لي واحد شوف لي فريلانسر انت قاعد تشتغل لي الحياه في بيتهم ب 5000 ايوه اسوي لك شنو انا؟ ايوه صح فهمت الفكره كيف؟ أيوة. فانا دائما بقول للناس انه انت محتاج تواكب التطور حتى بالمناسبه انت حتى اذا انت لكن احنا تلقاني شنو ماشيين في طريق معين يعني نسق معين كده ومو بنغيره حتى لو عارفين انه الصح طريقه ثانيه فبتلقى الناس تلقائيه ماشيه في الطريقه اللي ماشيه فيه يلا لكن جت الظروف هنا جبرت الناس انها تشوف البدائل. طيب في معلومه خطيره شديده انا ما انا حقول المعلومه لكن ما تعتبر المعلومه دي حقيقيه يعني تقول والله عماد البيتي قال كده خلاص الموضوع صح الموضوع بيتطور يعني ما في كلام في التطوير الشخصي الاداري بيثبت مكانه بيتطور مش المستوى اللي بعده اذا وعيت به طوالي في الشخصيات مقسمه في 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 علم تحليل الشخصيات نقول لك انه في شخصيات في شخصيه يسمى الشخصيه التقاربيه في شخصيه يسمى الشخصيه التشاويه التقاربيه التقاربيه والتشاويه الشخصيه التقاربيه هي الشخصيه اللي هي دائما بتحب تغير طوالي التغيير بتاع التغيير عندها بيحصل بسرعه والشخصيه التشاويه التغيير بيحصل عندها بعد مسافه طويله دي اللي بعد ما يطردون من الشغل ويقعدوا حتى يقول نفسهم امام الامر الواقع وعايزين يفكروا ما عملت كده بالمناسبه وما كده بس الشخصيه التقاربيه والشخصيه التشاويه اذا الاثنين يتزوجوا هتحصل استمتاع استمتاع يعني اذا قدروا يفهموا الحاجه دي ليه؟ مثلا الـ اذا كان مثلا الرجل هو رجل تشابهي مثلا رجل شخصيته تشابهيه مثلا بيحب دائما يحب انه حاجات تكون متشابهه او كذا تفاصيل زي دي او اذا كان المراه مثلا شخصيتها تقاربيه مثلا التقارب الزول بيحب الاختلاف والحاجات الجديده او كذا فالاثنين دول اذا تزوجوا مع بعض اذا قدروا يديروا الاختلاف ده مع بعض حيحس حيكون في استمتاع في العلاقه وحيكونوا قادرين انه يوجهوا طاقتهم لاتجاه واحد لكن اذا الاثنين مع بعض شخصياتهم متشابهه مثلا تقارب وتقارب وتشابه تشابهي برضه حيكون في حاجه كويسه في العلاقه لكن اذا حصل مثلا انه اختلاف في الحاجه دي ممكن تحصل مشاكل ممكن تمشي ممكن ما تحصل مع الحظر ده بكون يتفاهموا زياده طبعا كانت تشابهي ولا تقاربي مش كده يلا بالنسبه اذا جينا عند الموضوع بالنسبه للوظيفه فالناس التقاربين دول هم بيكون عندهم بطء في صناعه التغيير ايوه التقاربين عندهم سرعه في صناعه التغيير في التغيير سريع التشابهين بطيئين في التغيير فيلا الاكثر ناس ممكن يستفيدوا من المرحله دي هم الناس التقاربين اللي هم الناس اللي بيطوروا روحهم والفتشوا بسرعه ودارين يشوفوا الحاصل شنو في العالم. طيب حنيجي نشوف بما انك تكلمت عن الوظائف وعن الافراد حنيجي نشوف عندنا شريحه كبيره جدا اللي هي اعمالهم هامشيه بيعتمدوا على رزق اليوم باليوم والحظر المنزلي جاء خلاهم موجودين في بيوتهم بدون اي دخل لهم ولاسرهم. تجي حتكلمنا عن الشريحه دي بعد ما نطلع فاصل قصير انتظرونا من بعد ونتواصل معاكم في الموعد. اهلا ومرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان نتواصل معاكم في الموعد على الهواء مباشره عبر فضائيه الشروق ونحن نتكلم عن الحظر المنزلي وانعكاساته على الاسره بشكل مباشر وبالتاكيد على المجتمع ككل. استاذ عماد البيتي مرحبا بك مره ثانيه. وقبل ما نطلع الفاصل كان عندنا يعني حديث عن فئه وشريحه مهمه جدا اللي هي الشغل وعملها كل رزق اليوم باليوم وجاء الحظر وغير لهم كل الموازين دي. فشنو الآليات والمعالجات حاليا في كثير من المنظمات والشباب بيقوموا بعمل طوعي بيحاولوا انه يغطوا اكبر يعني افراد ممكن يلاقوهم هم فشنو في ثاني ممكن من الحلول اللي ممكن تدعم اليوم هم او تقدم لهم؟ طيب بالنسبه لل انا ما اعرف بس هنتكلم عن الاثنين اللي هو الموظفين والناس اللي اعمالهم حره يعني بالنسبه للموظفين انا بفتكر انه ما اعرف الله يقولها كيف لكن الحل الوحيد انه يسرع موضوع الحظر دي والناس تبدا تشتغل يعني ما في حل للحاجه دي لانه هو في ناس حاليا انا اكون معاكم صريح يعني انا في ناس حاليا شغالين في مستوى الحي بتاعهم ايوه صح اللي هم يعني على الاقل بيقولوا انه قوت اليوم باليوم بيشتغلوا الشغل على حسب مهاراتهم
اللي كانت زمان اوكي. فيمشي على الاقل انه يمشي امور وكذا. بالمناسبه حتى في ناس جايين من خارج السودان الان ما قادرين يلقوا قوت اليوم بتاعهم، تلقاهم برضو بيشتغلوا الاعمال الهامشيه في مشبيها امورهم كذا. فالحل الوحيد للحاجه دي ممكن نقوله انه الناس محتاجه تتكاتف مع بعض، سواء كان احنا جيران او على مستوى الحل اللي احنا قاعدين او الحل اللي احنا قاعدين فيه، الناس بدها تساعد بعض، ما في حل غير كذا. لانه اذا انتظرنا انه لحد ما الموضوع الحظر ده يفتح، انا بفتكر انه في ناس كثير ممكن تعاني من الحاجه دي. ليه انا قاعد اقول انه الناس تساعد بعض؟ وبالمناسبه الموضوع ما عنده علاقه بانك انت ما تاكل او تشرب. ما يعني ما كل الناس ممكن تموت من الجوع والعطش، من الجوع عموما يعني. انا بتكلم عن انه الموضوع انه العامل الاقتصادي ونقص المؤن الاقتصاديه في البيت عنده علاقه طرديه مع الموضوع بتاع الاستقرار الزواجي في البيت او الاستقرار العائلي في البيت. لانه اذا كان الزوج ما عنده ما قادر ياكل او ما قادر يشرب، فالحياه بتقلل من تقديره لذاته. اذا قلل تقديره لذاته او احترامه لذاته او ثقته في روحه، الحياه بتصهر السلوكات السلبيه عنده. اكثر زوج ياثر بها زوجه ده اولاده. ممكن يكون في عنف في التعامل طبعا ما دار اثنين ثلاثه، لانه بالمناسبه احساس بتاع فقدان السيطره او عدم التحكم بالنسبه للرجل اكثر شيء ممكن يحسبه الرجل في حياته. ان انا ما قادر اتحكم في حياتي، ما قادر اتحكم في انه اكل اولادي او يشربهم. ففقدانه للسيطره زي 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 الشعله. اي زول حبشه كده طوال يقوم شنو؟ يقوم ينفعل. الانفعال ده ما عنده علاقه بالمشكله الحاصله، عنده علاقه بالتراكمات اللي جوا نفسه، انه هو الان ما قادر ياكل، ما قادر يشرب، ما قادر يوفر لهم الحياه دي. زي ما قلت قبل انه الرجل السوداني او الرجل عموما انه بيستمد القوه بتاعته والطاقه بتاعته من انه هو قادر يقدم شيء للناس اللي هم بيحبهم. في كمان اغلب الاسر الزوج وزوجه هم الاثنين شغالين مع مرتباتهم، هم الاثنين شايلين البيت، فده كله حاليا هسه ما موجود. فممكن نتخيل كمية الضغط. عندنا كمية من ستة الشاي كانوا موجودين في الأطفال بيبيعوا المناديل، في الحياة البسيطة دي، المطاعم اللي قفلت، يعني فئات هي كبيرة جداً يعني هم متأثرين جداً بالفكرة دي. فزي ما قلت ما في حال إنه غير أول حاجة الناس تلتزم تلتزم بالحاجة المنزلة عشان نقلل يعني كل ثلاثة أسابيع نحن نتوقع إنه بعدها الحظر حينتهي، ولكن بتطور الموضوع بالزيت. وحاليا ما في التزام اصلا بالحظر دي. الحاجه الثانيه الناس تتكاتف، الجار يفقد جاره، القريب يفقد قريبه، الاخوات الخالات، يكون الناس مترابطه اكثر، متواصله اكثر، وتستفيد من التلفونات الموجوده في ايديها. عندك اضافه في النقطه دي ولا امشي للاطفال؟ طيب انا اقول حاجه هنا. احنا عندنا في السودان الان كميه من المنظمات. الفرق بين السودان والدول الثانيه انه الان انت في 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 الدول القريبه هنا مع الدول المحيطه لنا الان انت قاعد في البيت بيوفروا لك المرتب بتاعك بيجيك عندك. تمام. احنا الان الدوله بتاعتنا ما قادره على الحياه دي. فالان التوجيه كله حيكون تجاه المنظمات والافراد التطوعين او في 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 بقول لهم هم شنو يا ربي اللي هم فاعلين الخير. الان هو ده دوركم انتم، انه تقفوا مع الناس ديل وتفتش المحتاجين وتدوهم. لانه يعني انه الوضع وصل لمرحله انه الناس ما قادره بعدها. صحيح. اوكي. فالناس تجي، انا ما بقول للناس تطلع تخلي الحظر المنزلي وتطلع بدون فتش. بالمناسبه انت خطر انك تطلع اكبر من انك انت موجود وما لاقي غيرك. خليك تقعد، خليك تقعد في البيت. صحيح. لانه انت ماشي تفتش عشان تاكلهم عشان ما يحصل لهم حاجه، انت ممكن تطلع تمشي تشتغل تجيب لهم الحاجه اللي ممكن تنتهي منهم كلهم. صحيح فعلا. اوكي. هو مؤلم اي لكن الم انهم تفقدهم ده ما ممكن تتخيلوا نهائيا. فالناس تتكاتف مع بعض. وانا حي بعرف الشعب السوداني عموما انه بطبعه هو شعب متكاتف، ما داير اثنين ثلاثه. صحيح. اوكي. الليله لو جارك ما شارك اهلك بيشيلوك. صحيح. شفنا كثير من الاشراقات نحن بنشاهدها في السوشيال ميديا للتكاتف دي. لما نتكلم عن الاطفال برضو يعني يتقفلوا شهرين او اكثر من شهرين طبعا. ولسه حيتقفلوا شهور ما معروف لقدام لحد ما المدارس ان شاء الله ربنا ياذن يعني والكورونا تنتهي ونكون نصل زيرو كورونا والمدارس ترجع وكل حاجه ترجع لطبيعتها. الاطفال متعودين على برامج معينه، عايزين يطلعوا، عايزين يتزاوروا لقرايبهم، عايزين يعني يلعبوا ويعيشوا حياتهم زي ما هي بطفولتها يعني. فالظروف دي كلها خلاهم هم موجودين في البيت ومكفولين. شنو ممكن نحن نقدر نقدمه لهم عشان نخفف من الضغط الكبير اللي عندهم ده كمان؟ حتى هم لو ما عبروا لكن بكاهم عنفهم مع بعض، التفاصيل دي كلها بتوريك انه الناس الاطفال دي مضغوطين هم ما متقبلين هذا. اول شيء المفترض احنا نعمله لابنائنا نكون واضحين معهم وضوح، يعني ما ينفع انهم نقول لهم والله يا اخي اصبروا والموضوع حينتهي او كذا، ورغم انه والله يا جماعه الموضوع ده هو دي مشكله حقيقيه اذا انت ما التزمت بها حتاثر على المجتمع كله. على الاقل هم يقول لك انه والله هو الطفل ما يفهم، وما في طفل ما بيفهم. بيفهم بيفهم الطفل. الطفل طبعا انا بتكلم عنك كمستشار يعني الحاجه دي انا بعرفها وعندي بها عندي علاقه بها كثير جدا. انه حتى الطفل الجنين داخل بطن امه بيعرف يفهم بالمناسبه، قادر يفهم اي شيء.
حتى بعد ممكن بعد كم سنه اذا رجعنا به بالزمن ورا يجيب لك كل الاحداث اللي حصلت وقادر يفسرها وقادر تاثر على القرارات بتاعته المستقبليه. ففهموا ووريه انه الحاجه دي ممكن تاثر عليك واصبر انه دوكت حيعدي. دي واحد. اثنين اقعد معه، دي فرصه بالنسبه لك انت كابو انك انت تبدا تقرص فيه القيم اللي انت ما كنت قادر تعملها بس انت كنت شغال. صحيح. دي فرصه انك تربيه، فرصه للتربيه، فرصه لانه اعاده تقييم لسلوكياته هو كطفل. ده بالنسبه لجانب الاباء. اما بالنسبه للابناء انا اقول لكم انه دي فرصه بالنسبه لكم انه انتم يعني تجيبوا شويه من طاقه المدرسه، يعني الشنطه وال 60,000 كتاب، يعني تقعدوا شويه كده وتفرفشوا وتاخذوا فرصتكم في البيت. دي حاجه. حاجه ثانيه انه فرصه انه هم يمارسوا الهوايه بتاعتهم. دي فرصه، دي رساله، انه انا بفتكر انه الاطفال ممكن ما يكونوا فاهمين الحاجه، بس الاباء يعني كاباء او كامهات اسالوهم انتم شنو الحاجات اللي بتحبوها؟ شنو الحاجات اللي انتم محتاجين لها؟ انه في الرسم، التلوين، الناس، الكوره، ناس الزينه، اي حاجه بيحبها ولدك وفر له في الوقت ده. لانه عندما نفعل الاشياء التي نحبها نتناسى الاشياء التي لا نحبها، فبننسى الحياة احنا ما يعني مسبب لنا الم او كذا. فدي دي دي حاجه مهمه جدا المفروض الاباء يلتزموا بها. في حاجه مهمة جدا ومناسبة احنا محتاجين لها الفترة دي، ممكن تكون أكثر من الحاجات اللي تكلمت عنها دي، اللي هو خلق اللحظات، يعني كرييتنج مومنتس. احنا مع أبنائنا ما عندنا القعدة الخاصة دي مع بنتي، أو القعدة الخاصة مع ولدي، أو القعدة الخاصة مع أولادي كلهم، ما عندنا الحاجة دي. محتاجين إنه أنت كأبو في حاجة اسمها الرصيد المعرفي، أو اسمها بنك العاطفة، أو بنك الحب. محتاجين إنه بنك الحب ده ممكن نوصفه زي مثلا الكوبايه بتاعت الشاي او الكوبايه بتاعت المويه دي. بنك الحب ده عباره عن القلب بتاع الطفل، طفلك او بنتك، كل ما تعامل معامله حسنه فبتكب مشاعر او مشاعر حب جوا الكوبايه دي. فاحنا عايزين نملى الكوبايه دي. بالمناسبه اذا مليت الكوبايه دي اي سلوك سلبي او اي عاده سلبيه حتنتهي منه. لانه بالمناسبه كل السلوكيات السلبيه او كل العادات الضاره اللي بيمارسها الطفل او المراهق عندها علاقه بفراغ الكوب. لانه انت اوريدي ما عندك شيء، فما في شيء، لا في حب، لا في حنان، لا في شيء. اسمع كلامك على شو حتى بيصل لمرحله انه ممكن يضارب ابوه، ما حتلقى منه حاجه لما يكبر. لما يكبر انا بتكلم عن المرحله القريبه دي. فخلينا نقعد معاهم، خلينا نخلق معاهم لحظات، خليهم لما يقولوا ابوي ذكر حاجات حلوه، لما يقولوا امي ذكر حاجات حلوه. ودي فرصه ما بتتعوض بالنسبه للاباء انه تبدوا بعد ده تجيب اولادكم وعكم عليكم. ليه؟ لان احنا الان بعد الكورونا داخلين لمرحله مختلفه تماما وعالم مختلف تماما، عالم التكنولوجيا اسمه. ما في حاجه اسمها والله يا اخي، حتى بفتكر انه بعد الفتره دي سنتين ثلاثه حيتحول التعليم لالكتروني، فحيكون قريب جدا من التكنولوجيا. فاذا انت ما اثرت فيه وقعدت تقرص فيه قيم ومعتقدات وعادات ايجابيه حيبقى اي زول ثاني يملى له الحياه دي. فدي فرصه بالنسبه للاباء انه ينتبهوا للحياه دي، لانه ممكن تكلفنا كثير جدا في المستقبل القريب او البعيد. يبقى مخاطبه تكون للاباء والامهات اكثر، لانه مجرد ما انتم جيتوا متوترين الكبار انتم متوترين، يبقى الاطفال معناها شربوا كل التوتر الموجود ده. فممكن اتخيل البيت يكون شكله عامل كيف. طبعا. فدي حتكون مشكله. كمان ممكن فكرتين، في بعض الامهات بيكونوا عايزين الاولاد يكونوا قاعدين هادئين، لانه ما متعودين على الشهور دي كلها والاطفال دي قاعدين برامج وفي تفاصيل كثيره. فكيف بيكون تقويم السلوكيات الخاطئه لهم للاطفال ديل في زمن الحظر العليم ده يعني؟ اوكي. قبل فتره كنت بحضر في دوكيومنتري وفيلم وثائقي، فبيحكي عن 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 عن, عن تعب الامهات. فكره انه الاولاد معاهم في البيت وهم متعودين انه يكونوا معاهم في البيت يعني. صحيح. فدي بالمناسبه الام متضرره الحياه اكثر من الطفل ذاته في حد ذاته يعني. بعدين هو متعود على معقول الاب واولاده. صح. كثير. فمعرفه صعبه شويه. بالنسبه للابناء في حد ذاتهم الحاجه دي تقويم سلوكيات، فكره تقويم السلوكيات بالنسبه لهم بتعتمد على انه انت ذاتك كأم وابو سلوكياتك كيف انت. انا عندي قناعه يعني، ما عندي قناعه مؤمن بها تماما، انه اي سلوك او اي عاده عايز ابنك يقوم عليها ليف انت، عيشها انت كأم او ابو. طيب يا ولد ما قلت لك ما تكورك، ممكن تقول لي تمام، ما تكورك كيف يعني؟ فاهم كده؟ انت خليك قدوه لابنك بالعادات اللي انت عايزه انه هو يعيش او يعمل. يعني الاطفال معروف انه طاقاتهم كبيره يعني. yes. عندهم طاقه كبيره، فبالتالي حركتهم كثيره، طالعين فوق الكراسي، طالعين فوق الترابيز، عايزين يجربوا اي حاجه فوق. فمثلا الام والاب بيكونوا خايفين عليهم على اساس انه ما يكرروا انهم يطلعوا فوق يعني. فانت تعيد الكلام مره ومرتين وثلاث مليون، طويل جدا طبعا. خليهم يقعوا، انا دائما من تجيني حاجات زي دي كلهم، خليهم يقعوا يجربوا مره ثانيه ما حيكرروا. يلا الفريق بيني وبين الطفل احنا كبشر مثلا كشباب عقليين وكذا، فالعقل المنطقي شغال حيقع
هيتكسر. ايوه ما عارف ضلعته وشو. طب ده بدنا نرسم سيناريو كبير جدا لانه هيتحطم حياته. مع انه ولا يحصل اي شيء. هو بالنسبه للطفل هو ده هو عقله شغال بالعقل العاطفي. أيوة. طبعا دي عايز يجرب وخلاص. هو ده يعيش اللحظه بس يلعب ويستمتع وكده. انا دايما بقول للاهل ما تاخد عقلك بعقل ولدك. انت في مرحله وهو في مرحله. تمام. وما تمنع ولدك يعمل اي شيء. انا دايما عندي قناعه ما تمنعه يعمل اي شيء. نطط خليه ينط، جري خليه يجري. الا الغلط ما تخليه يعمل الغلط. لكن دايما انت ما تحاول، انا ما تحاول تفرض عليه السيره الذاتيه بتاعتك. انه داير يطلع بنفس الصوره اللي انت عايزها بنفس السلوك اللي انت عايزه. ما صح الكلام ده. فهو لازم يكون يعيش عالمه الخاص به. وفي حاجه بالمناسبه الاطفال عموما في اطفال عندهم فرط الحركه او بيتحركوا بسرعه. طيب. الناس دي جزء، دي جزء من شخصيتهم اللي هو يسمى الذكاء الحركي. لو يتحجم مشكله كمان. فانت بتكتب فيه الذكاء بتاعه. ايوه بكتب فيه حاجات. في طفل كلامه كثير. عنده الذكاء، عنده الذكاء اللغوي. كل الاطفال كلامهم كثير. ده عندهم ذكاء، ده ذكاء لغوي، ذكاء موسيقي بالمناسبه. يا اخي ما تسكت يا ولدي، يا اخي كرهت. بالمناسبه ما صح تقول له كرهت انا. لانه هو الان بيعبر عن ذكاء او فطره او موهبه اداها ربنا سبحانه وتعالى. خليه يعيشها. انت كده بتخبط فيها بتكتب فيها. يس. فطبعا احنا بنفتكر ان احنا بنربي، لكن احنا قاعدين بنكتب احلى ما فيه للاسف يعني. انا بتكلم عن العام وبتكلم عن الخاصه. انا دايما بقول للأبهات محتاجين انت تقعدوا تقروا عن الطبيعه بتاعت الابناء والاختلاف طبعا في بعض الاباء بيشوف لك انه دي شغلة الامهات اساسا اللي ما شغلتهم هم شنو؟ انه يربوا ويشوفوا مشكله الطفل ده شنو ويحلوها ويعالجوها والقرايه والتفاصيل الكثيره دي كنوا شايفين انها دي شغلة الامهات، ولكن ظروف الحظر خلتهم مجبورين يدخلوا في بعض التفاصيل دي يعني. فانت رايك شنو؟ المفروض عمليه شراكه بين الاثنين يعني، ده مفترض. انا اقول لهم كلام يصطدمهم شويه كده بالنسبه للاباء يعني. وبالمناسبه جوا القلب في مساحتين، مساحه للام ومساحه للابو. بالمناسبه اذا اتملت المساحه بتاعت الام اتملت مساحه الابو، صدقني حيحصل خلل في الطفل، حيحصل خلل في الطفل. الخلل لازم لمكانه. لازم تملي مكانه. بالمناسبه دائما بقول حتى لما تجينا استشارات مثلا المراه مطلقه او مراه زوجها مات، تقول لازم تتزوجي. تقول لي اذا قالت لي ما اتزوج، تقول لها لا ما قادر تتزوجي، شوفي اخوك ابوك عمك زول يحتوي الولد ده. لازم في مساحه عندها علاقه بالطاقه بتاعت الذكوره لازم تتملي عند الطفل ده. اذا ما تملت صدقيني انه حيحصل اختلال في الشخصيه بتاعته او عدم اتزان في الشخصيه بتاعته. فدائما احنا ما في حاجه اسمها والله الاباء بيربوا او ما بيربوا. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيلعب مع الاطفال وكان بيقعد في البيت وبيخيط نعله، وبنتذكر قصه السيده فاطمه بنته اللي هو كان بيحبها حب الجمه. حتى لما الموقف الشهير بتاعه انه هو عايز يموت، قال لها انت اللي اول اهلي لحوقا بي. يعني هو كان بيحب حب شديد. فالحقيقه دي اندلت انه تدل على انه الدور دور تكاملي. صحيح. فدائما الاباء عشان يهربوا من الحقيقه دي يقول لك والله اصلا ما بقدر اتعامل معاهم اصلا ما فاهمهم. لكن انا بقول انه الأسوأ من كذا انه الان المراه بقت تشتغل والراجل بقى يشتغل. طيب انا بيربي منه. صح. فيلا الحقيقه دي خطيره جدا. انه احنا اذا انت ما بتربي وهي ما بتربي، معناها حيربي التلفزيون او حيربي الشارع او حيربي تلفونات شايليننا من اعمار صغيره. تلفون شايلهم. فيلا انا بقول انه اي فرصه لقيتها انت قادر تقوم فيها ابنك فطبعاً يستغل الفرصه دي. لانه صدقني حتدفع الثمن بتاعها بعدين، الثمن الايجابي يعني. اللي هو بعدين انت بتغرس جواه حاجات. فانا ما بعرف ليه اكثر اثنين الحاجه دي يعني في 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 ما يسمى بالتهويم، التهويم المغناطيسي او التهويم الايحائي، بيقولوا انه اكثر مرحله بتتبني فيها او بتتكون فيها شخصيه الطفل هي السبع سنوات الاولى والسبع سنوات الثانيه اللي هي ال 14. واكثر سنه محتاج فيها الابن لامه وابوه في السنه بتاعت السبع سنوات الاولى. فبقول انه السنه بتاعت السبع سنوات الاولى دي هي السنه بتاعت الاسفنجيه، بقول لها انه هو الطفل عامل زي الاسفنجيه، محل ما تخطه بيشيل الحاجه دي معاه. فالمرحله اكثر ما يكون محتاج للاب والام. فحتى انا ما مستحضر الحديث بتاع هو المقوله بتاعت سيدنا علي بن ابي طالب، بيقول انه لاعب ابنائك في سبعه، لاعبهم في سبعه وعلمهم في 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 14 السبعه الثانيه، وبيقول في السبعه الثالثه اللي هي صاحبهم. فما ما ما بيتكلم سيدنا علي بن ابي طالب. مهم جدا يا جماعه انه نلاعبهم. الان احنا في حاجه يعني زمان بنتذكر لما كنا اطفال تلقى مثلا ابونا او امنا مثلا تلقاه قاعد في الارض ومثلا نركب في ظهره وكده. فالحياة دي مناسبة تافهة جدا بالنسبة للأب والأم. هو مناسبة عندها علاقة بأنه تلمس جواه أنه الشخصية دي بتحبني ممكن تعمل إيش عشاني. فبتخلق جواهم حب للشخصية اللي قدامهم. فكل ما أنت قدرت تكون قريب منهم كل ما قادر تأثر فيهم بكل سهولة. فبقول لأنه الآباء ينتبهوا للحياة شديد.
بالذات في فتره الحظر وما كده بس يا جماعه احنا الحلقه دي ما للحظر بس حتى بعد الحجر والمناسبه لازم الحاجات الحلوه تستمر ان شاء الله. ده بعد ما نحن ناخذ الايجابيات من الحظر المنزلي من الحجر المنزلي. احنا في خواتيم الحلقه انا عايزه في دقيقه كده تديني رسائل للامهات ربات البيوت كيف يطوروا من قدراتهم هم نفسهم للاستفاده من الفتره دي وتربيه الابناء تربيه سليمه صحيحه. لو الكلام اللي قلته كله سليم. رسائل للاباء, رسائل برضو ممكن يستفيدوا منها الاطفال. شنو ممكن تقول لنا في الختام؟ انا حخط الاب والام مع بعض الاثنين. انتوا اثنين كأم وابو يعني ابسط شيء انا بقول لكم اعظم هديه ممكن تقدموها لابنائكم او بناتكم ان انتوا تكونوا بالنسبه لهم قدوه حسنه بس. ف شنو الحاجات انت سيئه بتعملها وقفها, شنو الحاجات الحلوه انت بتعملها شاركها مع اولادك. اوكي دي حاجه بالنسبه للابناء انه اذا انتوا كنتوا بتشاهدونا او بتسمعوا لنا فانتوا الان احنا في مرحله بتاع التحول ومرحله احنا بنفترض ان احنا مجبورين عليها. تمام. حتى بالنسبه للاسره كلها يا جماعه حتى لما جه ذكر البيت في القران الكريم انه وجعل لكم من بيوتكم سكنا, فرب سبحانه وتعالى حتى ما قال مسكنا, لانه السكن هو ما يعني معناه المسكن. السكن هو الهدوء والسكينه والراحه. فما نربط فكره الحجر المنزلي بال قاعدين مجبورين او مغصوبين كده والمغصوبين أيوه. لا يعني ونخلق جو من التوتر والطاقه السلبيه ما محتاجين لها احنا في الفتره دي, بالعكس تماما محتاجين للطاقات الايجابيه عند الام عند الاب معناها عند الابناء وانتقلت للاسره واكيد كل المجتمع ان شاء الله بنتمنى انه الحظر ينتهي عما قريب وكل الناس تنعم بالاستقرار وبالصحة وبالسلام وبالأمان. بشكرك جدا أستاذ عماد البيتي مدرب في التطوير الشخصي والإداري, شكرا لك كثير شرفتنا اليوم, شكرا جزيلا. بشكر مشاهدينا في كل مكان تابعونا في حلقتنا اليوم برنامج في الموعد, كنا معكم في موضوع الحظر المنزلي وانعكاساته على الأسرة. بتمنى دوام الصحة والعافية لجميع المشاهدين. بهدي لكم لحن الختام, أحد ما ألاقيكم في أمان.